بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن لسه بتزال الظاهرة اللي مستمرة معانا هي ارتفاع نسب الرطوبة وكمان الأمطار اللي في جنوب البلاد في مناطق أبو سمبل وحلايب وشلاتين. قولنا تفاصيل الجو النهاردة إيه؟ بالفعل يمكن احنا ما زلنا متأثرين بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مع الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط، فطبعا بتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فده بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير. نسب الرطوبة بتتجاوز 90 و95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواحلنا الشمالية، بتتجاوز طبعا 80 و85% في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري. ويمكن ارتفاع نسب الرطوبة هو اللي مخلينا نحس ان في ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لان احنا قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر في معدلاتها الطبيعية. بالفعل ده لسه قايله الصبح. ايوه المشكلة فعلا ايوه في الرطوبة. بالفعل يعني احنا العظمى على القاهرة الكبرى 36، الايام اللي جاية تبقى 35، ما بين 35 36 العادي بتاع شهر 8 العادي بتاع شهر 8، لكن وجود كمان نسب رطوبة هو اللي مخلينا نحس ان المحسوسة على القاهرة الكبرى لو تكون 38 او 39 درجة مئوية، فهو بيعلي احساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة بحوالي من درجتين لاربع درجات، طبعا باختلاف نسب رطوبة من محافظة لمحافظة. عشان كده احنا بنقول ان الطقس ما زال فترة النهار هو طقس شديد الحرارة رطب، خاصة في فترات الظهيرة في معظم المحافظات الداخلية من الوجه البحري للقاهرة الكبرى لمحافظات الصعيد، ما عدا طبعا الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط اللي بتكون هي الأقل في قيم درجات الحرارة وأجواءها حارة رطبة فترة النهار رغم إن هي الأعلى في نسب الرطوبة. كمان في فترة الليل مع غياب أشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن إحنا عندنا عظمة الرطوبة أو نسب الرطوبة العالية بتكون فترة الليل، فعشان كده أجواء فترة الليل بنحسها بالأجواء المائلة للحرارة رطبة في معظم المحافظات، لكن في بعض الأماكن المفتوحة بعض الأماكن كمان المكشوفة المدن الجديدة بيكون في نشاط للرياح، لكن هي سرعته مش عالية بالشكل الكبير، يعني بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة. ده ممكن بعض الشيء يحسسنا بقيم درجات حرارة أقل أو نسب رطوبة أقل، لكن ده بيكون بشكل كبير في الأماكن المفتوحة. كمان طبعا نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير الظاهرة الجوية المؤثرة معانا بتكون الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا شبورة مائية خفيفة سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، ما بتأثرش تماما على حركة المرور. بالإضافة كمان يمكن احنا بالأمس كان عندنا ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط، اليوم بدأت تقل سرعات الرياح فبالتالي بدأ يقل كمان معاه ارتفاع الموج، وعاد البحر المتوسط تاني مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وأيضا البحر الأحمر يمكن بس احنا نخلي بالنا من التعمق داخل البحر الأحمر، لأن البحر الأحمر معتدل المضطرب داخل بحر عمق البحر الأحمر في ارتفاعات أمواج بتوصل 2.5 متر، لكن هو أيضا مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. المحافظات الشمالية بشكل كبير بتشهد استقرار في الأحوال الجوية، لكن ما زالت بعض المناطق الجنوبية بتشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية خاصة في جنوب الصعيد. يمكن احنا للأسبوع الثاني على التوالي كان في استمرار بسقوط الأمطار متفاوتة الشدة والرعدية من محافظة للثانية، يعني الأمطار دي كمان معاها نشاط للرياح شفناه بالأمس بشكل كبير أدى لإثارة الرمال والأتربة وأثر بشكل كبير جدا على الرؤية الأفقية في بعض الأماكن من محافظة الوادي الجديد أو شرق العينات. النهاردة كمان لسه مكمل معانا فرص الأمطار، لكن فرص الأمطار بدأت تقل بشكل كبير في المناطق اللي كانت موجودة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أو في الأقصر أو في أسوان، وبدأت تكون موجودة فقط في محافظة الوادي الجديد مناطق من شرق العوينات، وهي أمطار أيضا أمطار رعدية وقد يصاحبها نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة. ومن بكرة الثلاث كمان هتبدأ تقل أكثر كميات الأمطار وتبدأ تتلاشى، ويبدأ يكون في استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في محافظات الجنوب بعد حوالي 12 يوم أو 13 يوم من سقوط الأمطار اللي أدت كمان لتشكل السيول. كانت ظاهرة غريبة الحقيقة يا دكتورة منار، كانت ظاهرة يعني غير معتادة. يعني بالفعل هي ظاهرة غير معتادة بشكل كبير في الوقت ده خاصة السيول، يعني احنا عارفين دايما ان موسم السيول في جمهورية مصر العربية هو فصل الخريف مش فصل صحيح. حتى لو احنا اعتدنا في الخمس سنوات الماضية على سقوط الأمطار
في محافظات الجنوب، لكن مش بالكميات اللي احنا شفناها السنه دي. ده حاجه غير اعتياديه بشكل كبير، ان الفاصل المداري يتقدم بشكل كبير لمحافظات الصعيد. كميات الامطار اللي تاثر علينا تكون كميات امطار غزيره تؤدي في بعض الايام لحالات السيول، فده غير معتاد بشكل كبير. وزي ما بناكد احنا موسم السيول عندنا بيكون في فصل الخريف مع نهايه 9 وشهر 10 وشهر 11، وخاصه في المناطق اللي بتبقى طبيعتها الجغرافيه جبليه او فيها مرتفعات بشكل كبير. لكن التغير المناخي طبعا هلا هو اللي بيأثر علينا، بدأنا كلنا يعني نشوفه اذا كان في الموجات الارتفاع في قيم درجات الحراره اللي شفناها في شهر 6 او شهر 7، وجود امطار في بعض الاماكن اللي ما بتشهدش سقوط امطار في الوقت ده من السنه. فالتغيرات المناخيه بتاثر بشكل كبير، عشان كده احنا دايما بنقول لازم نبدا نواجهها ونتكيف معاها، لانها بقت امر واقع ومش هنقدر نغيره. ده امر الواقع الموجود عندنا ونقدر نستفيد منه كمان. يعني احنا تساقط الامطار ده في جزء منفعه لبعض المناطق، فنقدر نستفيد كمان من فكره التغير المناخي اللي بدا ياثر على كل دول العالم، مش بس جمهورية مصر العربية. بس مهم ان احنا كمان يعني ناخد بعض الاحتياطات. انا كنت لسه هسال حضرتك نصايح الهيئه. طب احنا اهمها ان احنا لازم نتابع النشرات الجوية ويكون عندنا ثقافة متابعة النشرات الجوية، عشان نعرف كل محافظة بيكون عليها ايه، وابدأ اخد احتياطاتي قبل ما اخرج من البيت. ده مهم جدا ان احنا يوميا نتابع النشرات الجوية. بالاضافة كمان ان احنا مع المحافظات الشمالية تحديدا، مع وجود ارتفاع في قيم درجات الحرارة في فترات النهار وتحديدا في وقت الظهيرة، لازم اتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس، عشان ده ما يخلينيش احس كمان بقيم درجات حرارة اعلى. لان احنا كل قيم درجات الحرارة اللي بنقولها في الظل، لكن لو انا تعرضت لاشعه شمس هحس بقيم درجات حراره مرتفعه. فبقدر الامكان في فترات الظهيره نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. لو اضطرينا للخروج في وقت الظهيره من 12 ل 4 5 العصر، يبقى لازم يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس. نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه. نتواجد في اماكن جيده التهويه، لان احنا ما زلنا في فصل الصيف وفي شهر 8 اللي هو يعتبر ذروه فصل الصيف. في المحافظات اللي بتكون معنيه بشكل كبير بسقوط الامطار، مهم جدا ان احنا تكون القياده بهدوء تام اثناء سقوط الامطار، ونبتعد تماما عن الطرق اللي بتكون جنبها مقرات سيول، نبتعد عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، وخاصه كمان لما بتكون السحب رعديه بيكون في نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه. احنا شفنا بالامس عاصفه ترابيه في بعض الاماكن، فلازم مرضى الحساسيه الصدريه والجبل الانفيه ياخدوا بالهم بقدر الامكان، وايضا القياده تكون بهدوء تام اثناء انخفاض الرؤيه الافقيه مع الاتربه والرمال المثار. نصائح هامة جدا بنشكر حضرتك عليها دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. وتعالوا كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. متوقع القاهرة العظمى تكون فيها 36 والصغرى 26 والعاصمة الإدارية 37-26، الإسكندرية 32-24 والعلمين الجديدة 31-24، مطروح 31-25، دمياط 33-26، بورسعيد 33-27، والإسماعيلية 39-26، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 27 والعريش 33-24، أما كاترين 33-17 وطابة 36-27، حلايب 37-30 وشلاتين 40-32، شرم الشيخ 40-30 والغردقة 41-30، الفيوم 37-26 وبني سويف 38-25، أما الوادي الجديد 44-28 وأسيوط 40-27، سوهاج 41-28 وقنا 42-30، الأقصر 43-30 وأسوان 44-31. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة مع تفاصيل درجات الحرارة. دلوقتي هنرجع مرة ثانية هنا في الاستوديو ليبا ومصطفى عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك. شكرا.